احنا معنا على تليفون للتعليق شيخ عبد الله جهامه، رئيس جمعيه مجاهدي سينا. يا شيخ عبد الله، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا استاذه لبنى، مساء الخير عليك وعلى مساء النور يا فندم. يا رب دايما تبقى بخير انت واهل سينا الطيبين الكرام. يعني الله يكرمك يا فندم. الله يخليك. يعني ايه رايك بقى في رئيس الوزراء النهارده وجوده والتفاصيل اللي شرحها واتكلم فيها عن اللي حصل وعن اللي هيتم ان شاء الله في المستقبل؟ له رئيس الوزراء دائما متالق، يعني يمكن دي اكثر من زياره قبل كده جا سينا، ولكن هذه المره حقيقه جاء بملف مهم جدا جدا جدا، بيرد على اشاعات كثير جدا جدا، بيرد على تاويل لبعض المغرضين، يعني بيرد عليهم كلهم. قال ان ارض سيناء حتتنمى تنميه حقيقيه، واشار للمشاريع. طب استنى، لا يا شيخ عبد الله، قبل ما ندخل في التنميه، دخلت حضرتك دي هتخلينا اكمل معاك في السكه دي، لان يعني انا بكلم رئيس جمعيه مجاهدي سينا. لا تحت امرك يا فندم. وانت لسه بتقول لي بيرد على الكلام اللي بيتقال والناس اللي بتخطط واللي عايزه تنال من سينا، فنقف قدام دي شويه وانت قول لي انت متابع ازاي الدوشه دي والكلام كل ده اللي بيحصل، وموقف مصر، موقف القياده المصريه والشعب المصري وانتم من الكلام اللي بتسمعوه. موقف شعب مصر وموقف الرئيس اللي بيعبر عن شعب مصر هذا موقف وطني. ويمكن قوات المسلحة لا تسمح، الشعب المصري لا يسمح بتفريط بحبة رمل من أرض سيناء. ليه؟ لأنه قطفت عليها زهر شباب مصر، وحقيقة دفعنا فيها ثمن كبير كبير كبير. مصر دفعته من أرواح الشهداء في سيناء، ويمكن شفنا حضرتك في الأونة الأخيرة ودفعت قوى الشر، ده كلفتنا كتير وكتير حتى انهينا على هذه كل الظواهر السيئه اللي حقيقه بثوها في سيناء. سيناء كلام الرئيس كلام وطني، وكلام وطني صحيح، وكلام بيعبر عن اراده الشعب، وبيعبر ايضا حتى عن القوات المسلحه ان حقيقه سيناء لا تفريط في ارض سيناء. سيناء المصريه، هذه الارض ارض غاليه علينا، هذه الارض حقيقه كل شعب مصر حقيقه سيناء عزيز عليه. نحن سيناء الان، وانا الكلام هذا قلناه في ازمنه سابقه وبنقوله دلوقتي. لسه كنت هقول لك الكلام ده، رايك طول عمر العين على سيناء. يعني الفراغ يا استاذ لبنى مغري. ان لم نشغله نحن ربما الفكر يفكر البعض، وحنشوف البعض يفكر، لكن قوات المسلحه بعون الله حميد الدار والعار لا احد يستطيع ان يخطو خط. ولما بتقول لي الفراغ مغري، من هنا جت بقى الاراده ان انا اعمل مشاريع واعمر سينا بالبشر واربطها بباقي مصر. عادي احنا مع بعض من 10 سنين والشغل ده بيحصل الحمد لله. هو اولى اوليات التنميه يا استاذ لبنى التنميه البشريه. صحيح، لابد ان يضخ في سينا من زحمه الوادي في سيناء لا يقلش عن 5 مليون الى سينا. هذا بيتطلب الجراءات من الحكومه لجميع اذا اردت ان تمشي مجتمع زراعي موجود، مجتمع صناعي موجود، مجتمع سياحي موجود. تمام. كل مقومات الحقيقيه للنهوض بالدوله هي في سيناء، واذا سيناء نمت تنميه حقيقيه حتكون قاطره التنميه لمصر. الجهد اللي بتعمله الدوله فقط لحد الان 750 مليار، ويمكن احنا شفنا الانفاق اللي عملته الدوله سواء في الاسماعيليه او في السويس او في بورسعيد. هذا انهى عزل سيناء تماما. هذا الجهد كبير جدا، وكان سيناء حقيقه كنا احنا بنقعد بالخمس ساعات، او الانسان اللي دخل سيناء بيقعد خمس ساعات على المعديه. الان في 10 دقائق ربع ساعه بتعدي من الضفه الغربيه او الشرقيه. ثم اندخرت المشاريع الكبيره جدا في سيناء، مشاريع عملاقه. المشاريع عندنا قصدي ميناء العريش، هذا حيكون ميناء عالمي، ثم ربطه بميناء نويبع كل من طالب فيه والله العظيم من عشرات السنين انه يتعمل هذا الربط. ثم ان الميه اللي هتيجي وسط سيناء، وسط سيناء هذه المنطقه اللي هي حقيقي محتاجه للتنميه، حيكون فيها ملايين الافدنه حتتم زراعتها ان شاء الله في وسط سيناء. ثم عندنا في وسط سيناء كافه خامات التعدين محتاجه لايادي مصريه ولراس مال مصري حتستخرج هذه الكروز من بطل الارض من خامات التعدين الجيده. احنا حقيقه سيناء زي ما قلت سيادتك عزيزه على كل مصري، وسيناء قطفت عليها زهره شباب مصر، ما فيش محافظه لديها مصاب او شهيد على ارض مصر، فبالتالي ان الاوان ان الدوله تبسط اجراءات وتجيب الناس دي لسيناء، واحنا مرحبين بهذا. احنا عددنا كام في سيناء؟ مليون؟ يعني حتى مهما تزاوج مش هنجيب كذا مليون، يعني عايزين حد
الدولة تفكر في هذا وتعمل تنمية بشرية في شبه. احنا مخنوقين في الدلتا وفي القاهرة وفي المحافظات، نيجي كده ونعمر ونشتغل ايدينا في ايدين بعض. صحيح. ماشي تمام يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا شيخ عبد الله جهامه رئيس جمعيه مجاهدي سينا. بس الاولويه زي ما رئيس الوزراء اتكلم النهارده في المشاريع اللي هتشتغل واللي هتتنفس تكون بايدين ابناء سينا وبشركاتهم وبشغلهم، فانت محتاج انك برضو ترد الجميل. الناس دي تعبت كتير ودفعت كتير من ارواحهم، وكنا بنشوف تهديدات لاهالي سينا وبنشوف يعني الدم اللي اريق علشان تحافظ على سيناء، مش بس في الحرب ضد الإرهاب لكن الاستنزاف وأكتوبر، ويعني على مر التاريخ كانت دايما سيناء هي حائط الصد، هي بوابة صحيح للأطماع الخارجية، لكن في نفس الوقت تتحطم عندها كل هذه الأطماع.